يا أخي بحس إن تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني ده تعامد على وجهي أنا، مش عارف ليه. أنا طول عمري أولا بحب الملك رمسيس بجد، يعني مش زمان وأنا صغير كده، وكنت أحب درس التاريخ المتعلق بالملك رمسيس والحكايات بتاعته والقصص، كل حاجة كل حاجة. والحدث ده في حد ذاته من الأحداث المهمة جدا، هو جزء بالمناسبة من انعكاسات الحدث ده. تعرف بيحصل مرتين في السنة، مرة 22 ومرة تانية بيبقى في فبراير. المسألة بالنسبة لي متعلقة بإيه العبقرية بتاعت المصريين دي، ما شاء الله، الله أكبر. بص بقى الناس واقفة، والله العظيم الأجانب هتلاقيهم أكتر من المصريين كمان. تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني في أبو سمبل، احتفالية حضرها عدد محترم جدا وكبير من السائحين، وطبعا بحضور سيادة المحافظ اللي هو أشرف عطية، كان موجود هناك معانا على التليفون سيادة اللي هو أشرف عطية. ازاي الصحة يا فندم؟ أهلا وسهلا يا فندم، ازيك يا أستاذ؟ ازاي الصحة؟ ازاي حضرتك؟ كله تمام؟ كله تمام زي الفل. حضرت حضرتك التعامد النهاردة على وجه الملك رمسيس؟ أكيد طبعا، زي ما احنا متعودين 22 أكتوبر و22 فبراير من كل عام. كان نفسي يتعامد في 20 فبراير مع عيد ميلادي، بس يلا هي بتيجي صدف. يعني الواحد ممكن يغير تاريخ ميلاده في الشهادة. المهم عايز أرجع تاني يا فندم على هذه الأحداث المهمة، والحدث ده تحديدا واحد من أبرز الأحداث اللي بتشهدها أسوان كل سنة. أهميته بتبقى عاملة زي، أنا شايف أعداد السياح يا فندم أكتر من المصريين ما شاء الله. يعني الحمد لله. طبعا عايزين نقول لحضرتك أن فعلا الاحتفالية دي بالنسبة لنا بتبقى عيد داخل محافظة أسوان كلها، مش مدينة أبو سمبل، وبنستعد لها من قبلها بفتره، وخصوصا بتنسيقنا مع السيد وزير السياحه والاثار، وهي المسؤوله رقم واحد عن هذه الاحتفاليه. ولكن طبعا في برضه دور ثاني بنعمله مع وزاره الثقافه، لانها شغاله معانا في الاحتفاليه دي من يوم 17 اكتوبر. حلو. عندنا 10 موجودين، 10 فرق فنون شعبية موجودة داخل محافظة أسوان بتجوب جميع المراكز والمدن استعدادا لهذا التعامد العبقري اللي احنا بنقول عليه. 33 قرن بيتم فيها هذا التعامد، ونقول ان فعلا ان القدماء المصريين قد ايه علموا العالم كله، يعني علم الفلك وكافة العلوم طبعا. صحيح. ولكن بنقول لحضرتك الاحتفالية كانت متناغمة جدا، لان احنا عملنا يوم الاحد امس طبعا عملنا احتفالية تانية خالص، وكان متنوعة، ان كانت جوه قصر الثقافة في مجمعين كل المواطنين الشرفاء العاشقين للوطن موجودين داخل مع الفنون الشعبية. يعني عملنا احتفالية للفنون الشعبية، وبرضه احتفالية تانية عند معبد أبو سمبل. قد إيه كان فيه تفاعل مع المصريين والأجانب بالاحتفالية، وجبنا طبعا مجموعة من الفقرات اللي تمت. كانت يوم جميل ومبهج، والليلة كمان اللي قبلها كانت عظيمة جدا. وفي نفس الوقت نتكلم عن التعامد كظاهرة، ظاهرة فلكية بتقعد حوالي من 20 ل 25 دقيقة، الشمس موجودة على وجه رمسيس الثاني، يعني شيء يعني جميل ومبهج جدا. في نفس الوقت كنا جايبين كمان مجموعة من الشاشات الضخمة جدا اللي كانت بتظهر ما يحدث داخل 60 متر اللي موجودين من عند مدخل المعبد حتى وجه رمسيس الثاني. طبعا كل ده للناس اللي مش هتبقى قادرة تدخل جوه صحن المعبد، فبالتالي الحدث على الهواء تماما بيتشاف للناس كلها بالكامل. وفي نفس الوقت احنا كل الفرق الفنون الشعبية اللي موجودة من وزارة الثقافة، من المحافظات العظيمة، محافظاتنا الجميلة المشهورة عنها الفرق الجميلة اللي بتلف العالم كله وبتحصل على جوائز، نشوفها موجودة وسط المواطنين المصريين والأجانب، شيء ممتع. وكان فعلا في بهجة غير عادية، واحتفالية من مراتي كانت مميزة شوية، لأن كان في كل الإجراءات كانت بتتم في وقت واحد، وبالتالي
كان في ابهار للسياح. صحيح. وكل سائح كان ماسك التليفون بتاعه يعتبر بالنسبه لنا كانه يعني نقول عباره عن موقع من المواقع العالميه. طبعا. لانه كان بيصور برضه لايف وبيبعت، وفي نفس الوقت كان بيستمتع معانا بهذا الحدث الكبير. صحيح صحيح، ده بيعتبر وكانه صحافه مباشره بتنقل للعالم كله. تهانينا سياده المحافظ على نجاح هذا الاحتفال، وعقبال باذن الله احتفال 22 فبراير وكافه ما يحدث في المحافظه، دايما هنتابعه مع حضرتك. كل الشكر سياده اللواء اشرف عطيه محافظ اسوان. السائح اللي بيشوف الحاجه حلوه بينقل، زي لو شاف حاجه مش حلوه بينقل. عشان كده بقى هي دي الشطارة، ما نسيبش حاجة مش حلوة تحصل، دايما نشتغل بمنتهى القوة على كل ما هو جميل.